السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم إخواني أخواتي في حلقتنا اليوم، كيف تضعف الجن في جسدك؟ تابعنا حتى الأخير. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، مرحبا بكم إخواني أخواتي في قناتكم أسرار الشفاء. موضوعنا اليوم بإذن الله تبارك وتعالى هو كيف تضعف الجن في جسدك بإذن الله تبارك وتعالى، كيف تجعله ضعيفا حتى يخرج بسرعة بإذن الله تبارك وتعالى، كلما عذبته بالرقية كيف تجعله ينكسر ويصبح صغيرا 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 حتى يصبح قزما ويخرج ذليلا صغيرا من جسدك. الجن تخاف من الدعاء سبحان الله، لذلك كلما قمت برقيتك رقية غير يسيرة برنامجا ادعو عليه، يرفع يدك إلى السماء قل يا الله، اللهم قل اللهم عليك بكل شيطان يسكن في جسدي، اللهم ألبسه لباس الخوف، اللهم ألبسه لباس الخوف والرعب في جسدي، اللهم ألبسه لباس الخوف والرعب في جسدي، اللهم اجعل جسدي عليه ضيقا حرجا، اللهم اجعل جسدي عليه ضيقا ضيقا ضيقا، اللهم ضيق عليه جسدي يا الله، اللهم ضيق عليه المفاصل والدماء والعروق والأعصاب، اللهم ضيق عليه جسدي، اللهم اجعل جسدي عليه ضيقا حرجا، اللهم اجعل جسدي عليه ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، اللهم اجعل جسدي ضيقا عليه حرجا كأنما يصعد في السماء. ودعا عليه أن يتضيق عليه جسدك وأن يتعذب، ودعا عليه أن يلبسها الله لباس الخوف والرعب، تقول اللهم ألبسه لباس الخوف والرعب، اللهم ألبسه لباس الخوف والرعب، اللهم ألبسه لباس الموت في جسدي حتى يخرج دليلا صغيرا من أصابع اليدين والقدمين. كل يوم تدعو على هذا الشيطان مرتين في اليوم أو ثلاثة، أدعو عليه وأنت موقن بالإجابة، أدعو عليه ودعو على هذا الشيطان بعد كل صلاة وأنت منكسر أمام الله، ودعو عليه حتى يتعذب حتى يحترق حتى يموت بإذن الله تبارك وتعالى، ودعو عليه حتى ينصرف وينطلق ويخرج من جسدك وإلى الأبد حتى تعيش الطمأنينة والراحة الأبدية في جسدك. أقول قولي هذا والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.